تعالوا مع بعض نعمل سلطة الخرشوف اللي هنعملها مع بعض دلوقتي بطريقة سهلة وبسيطة، مقاديرها على الشاشة لا تتعدى أصابع اليد الخمسة. خرشوف كعب معانا، حلو قوي. نجيب السكينة الحامية بتاعتنا ونمسك الخرشوف ده نقطعه تقطيعة حلوة كده عشان نعمل طبق سلطة قيمته الغذائية عالية جدا. يا ريت نهتم بالخرشوف شوية عشان اللي معاه مشكلة مع الكبد، ده بينشط الكبد، بيجدد بالأنسجة بتاعته، بيغذيه اهو. هنقطعه هنا واحنا شغالين، ده خرشوف اهو بالشكل ده كده. معايا مايونيز، معايا بقدونس مفروم ناعم، معانا عصرة ليمون، زيت زيتون يا عم الشيف، وفص ثوم حلو كده. طيب عينيا اهو كده اهو، بس عايز اعمل الطبق ده كده علشان الاطفال الحلوين. طبعا النهارده الحلقه بتاعتي عيد الام، طبعا النهارده 18، بكره 19، بعد بكره 20، يوم 21 موافق ان شاء الله يوم الحد. عايز اقول لحضراتكم عيد الام مش يوم 21 مارس وبس، عيد الأم في كل لحظة بناخد فيها نفسنا، عيد الأم في كل وقت احنا موجودين فيه على وش الدنيا. الأم لما بتموت، يا ابن آدم ماتت الذي كانت نكرمك من أجلها. فربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عظم الأم، لأن الأم دي حاجة كبيرة قوي. الأم دي مش هنقول مدرسة، هي كل الحياة، هي كل الدنيا، هي نبع الحياة. فالأم موجودة، انتهز الفرصة وخليك جنبها. ده انا بقول لك لان دي عن تجارب. واللي امه توفاها الله ترحم عليها واكرم وتصدق على اللي كانت بتحبه، دي مهم جدا، هتتبسط منك وهتحس بيك باصدقائها بحبايبها بقرايبها، صله الرحم، ولادها اخواتها عماتك خالاتك، ده مهم جدا لان ده مهم جدا في حياتنا. واحنا شايفين الحياه قدامنا بتتلخص في ايه؟ اظن ربنا سبحانه وتعالى يعني اكتر برهان اللي احنا عايشينه دلوقتي، الحياه مش هياخد منها حاجه غير الكلمة الطيبة والترابط الأسري وصلة الرحم بالأم. وأهم حاجة في الدنيا قبلة كل يوم على إيد الأم ورأس الأم ورجل الأم. ربنا يخلي لأمهاتنا إن شاء الله، يديهم الصحة وست الحبايب واللي توفاهم الله ربنا يرحم. تعالوا مع بعض نعمل السلطة بتاعتنا، تشكيلة من الخضار بالشكل اللطيف. نبدأ نحط المايونيز بتاعنا، حلو، شوية بقدونس حلوين، هقلبهم كده مع بعض. هتاخد شوية زيت زيتون بس وخلاص، وأقلب السلطة دي كده. طبعا الملح هنا يبقى قليل. عينيا، حاضر، أنا خلصت اهوت، أنا أغرف السلطة دي بس وخلاص، والفول وخلصت خلاص. وسبحان الله الحلقة دي أنا هنا بنية عيد الأم، ربنا مبارك في الوقت والحاجة طلع حلوة وزي الفول. إزاي الكلام ده؟ نفس القصة لما تخش المطبخ تعملي حاجة لأمك ولحماتك، ولما تيجي حماتك تزورك طلعي كل اللي في التلاجة، مش لما تيجي الام بس وخلاص. انا بهزر شويه، خلي بالكم الحاجات دي مهمه جدا على فكره. اه حلو، سلطه فيها الفلفل الالوان فيتامين سي، فيها الخرشوف مفيد للكبد. يعني السلطه دي عايز اقول لحضراتكم كده صيدليه قدامك اهي، حلو قوي بالوانها وجمالها اللي بيحبها مخرجنا الجميل.